ضغط الثاني ضروري تجربوها المنظومة هذه ممتازة وقيمة لكن مشاكلها نوعا ما فاز كيف مجال زكريا إبراهيم ياسر تم 12 ونص المفروض نص لا تمام كم صوت بس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المدرب على سليم جينا عن طريق وزارة العمل والتأهيل وتنفيذ بخصوص تنفيذ دورة تدريبية يعني بخصوص كشف تشخيص عطال السيارات بدعم المركز العربي للتدريب والتطوير الدورة التدريبية في كشف تشخيص عطال السيارات الحديثة بأجهزة الكشف الحديثة يعني بنحاول يعني العدد الموجود عندنا 50 متدرب بحاولوا انه يعني مجرد انتهاء الدورة الخمسين متدرب هذوما يبدو مباشرة في المهنة هذه أو في المجال هذا أهمية الدورة التدريبية هذه يعني بتوفر لنا فرص عمل للشباب بحيث أنه ما يعتمدوش على مرتبات الدولة والمواضيع يعني يعتمد على نفسه وفي نفس الوقت المجال هذا يعني عندنا في ليبيا اللي ماسكين أو اللي يشتغلوا فيه أغلبهم عمالة خارجية وافدة فبداية يعني إحنا حنكون مستفيدين أن الشخص المهندس المتمكن يعني بإذن الله بعد ما يتم الكورس حيكون متمكن حيدخل مباشرة لسوق العمل بإذن الله. هذه يا سيدي في وسط تاع قيمة الخسرة في وسط حسسها مشكل عليه خسارة شو حسسها لا تمام اكتسبنا خبرة في مجال الكهرباء في أنظمة السيارات نظام الفاب نظام الفي بي اس البوكس عقل السيارة فهمت فكان دورة الحق استفدنا منها واجد